مناقشة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمختلف مراكز التكوين المهني بالجمهورية وإحداث اختصاصات جديدة تتلائم واحتياجات سوق الشغل. اليوم انعقاد المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، وخبراء يدعون إلى استثماره للرفع من نسبة النمو. في افتتاح السنة القضائية الجديدة بدء العمل بمحكمة الناحية بغمراس بتطاوين لمزيد تقريب المرفق القضائي من المواطنين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. انطلقت السنة التكوينية بمختلف مراكز التكوين المهني بالجمهورية باختصاصات جديدة تم إحداثها، ويعد التكوين المهني اليوم مكونا أساسيا من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية وضخها بالمؤسسات الاقتصادية. بعد إعادة هيكلته وتأهيله، يفتح مركز التكوين المهني بجابس أبوابه لاستيعاب شباب الجهة الذي اختار الإقبال عليه، وذلك في مستهل سنة تكوينية جديدة. وقعت إعادة التأهيل متاعه كما 125 مشروع متاع تأهيل اللي موجودين عنا، وهكم تشوفوا أنتم كيفاش تجهيزات جديدة باش يعاود يرجع يخدم، باش ياخذ المكانة متاعه. المركز هذا مركز قديم ياسر، معناتها مركز قديم وعنده تاريخ وعنده حتى صورة انطباع معناتها جيد جدا عند المجتمع في جابس. اليوم وبهذا المركز وبعد تعطل سنوات تتم إعادة إحداث اختصاصين في قطاع الصيانة في مسعى لملائمة أكثر مع طلب سوق الشغل. فما عودة سناء في قطاع الصيانة، خاصة في المجال التقني المهني وكذلك في التقني السامي. عندنا زوز اختصاصات في وقع احداث مجيده. عندنا عون في صيانه الانظمه الميكانيكيه كشهاده كفاءه مهنيه، كيف عندنا مشغل الات وادوات اللي يسموها تورنور. كون لو نتاع المرسي في الصيانه الصناعيه تعدى، والسنتر نتاع الصيانه مش يرجع لقيت القديم نتاعو البريق نتاعو. المرسي الكبير اللي فيه 5 مليار ونص تعدى اونفان، لا غران باتي تعديت فيها 4 مليار دوات، بقيت الاقساط مش نعاودوا نلانسيوهم ان شاء الله تري بيانتو ويكتمل الاتولي، ولكن سوبوندون الفورماسيون بو لا ديماري معناتها بالاقساط الاولى ونكملوا بقيت ليكيبمون. واستقبلت اليوم مراكز التكوين المهني وعددها 137 مركزا موزعة داخل تراب الجمهورية، استقبلت 55,000 شاب وشابة، وذلك في 350 اختصاصا ضمن 12 قطاعا اقتصاديا. مركز القيروان اختار ليحتفي بتلاميذه وأوليائهم ضمن يوم تظاهرة أبواب مفتوحة على سبيل تقريب المعلومة. حابين نفرحوا بهم، نوروهم الورشات، نوروهم نفهمون البروسيدور اللي يقراوا بها في التكوين المهني، نخرجوا من الروتين نتاع البيروات اللي قبل بيرو مغلق وتجي ترسم وكذا واحد. وحسب احصائيات رسميه فقد تم الترفيع في طاقه استيعاب مراكز التكوين المهني بنسبه 10% بالنظر الى ما حققته في سنوات ماضيه من فعاليه ترجمتها زياده في نسبه الادماج بسوق الشغل. علاش اخترت الوليد انه يمشي تكوين مهني؟ والله يمشي حبيت يحفظ صنعة وباش يخدم على روحه ويمرض هكا هو. اختصاصات ونجحوا بها يمرض بها. شهادة معناها تخدم بها في كل وقت. وبها معناها التكوين، مستقبل التكوين. شهادة تخرج لبرا مطالبين خاطر لبرا وطالبين بقايا برشا. ما نجحتش في قرايتي واخترت التكوين بها العبد يتحفظ صنعة وياخذ الشهادة حتى لبرا ينجم يخرج يعمل حاجة. هي ديجا لازمك تواصل باش تلقى خدمة هذاك. والله يا متنوس هذه نحبها معناها وخاطر فيها برشا في سوق الشغل معناها. شو اختصاصك لوي؟ سدير. علاش اخترت الاختصاص هذا؟ مطلوبه ياسر في سوق الشغل. ايش تتعلموا هنا بالضبط؟ لحام مركب ولحام تحت الطاوله تحت المي. استثنيه. وتعمل عدة مراكز تكوين مهني على تفادي النقص في المعدات وإحداث اختصاصات جديدة لتنمية القدرات المهنية لتلاميذها حتى يكونوا لاحقا رافدا لنجاح المؤسسات الاقتصادية.
سعيا إلى توجه البلاد نحو اعتماد آليات جديدة من شأنها أن ترفع في نسبة النمو وتعزز الاستثمارات الداخلية والخارجية في البلاد وتخفف من أعباء المالية العمومية، تتجه الحكومة نحو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في عدة مجالات، وأولى الخطوات ستنطلق اليوم إثر تنظيم المنتدى الدولي رفيع المستوى حول هذه الشراكة بين القطاعين. إلساء شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس توجه اقتصادي تمضي الحكومة في تنفيذه، مستهدفة قطاعات جديدة سيما في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك في مجال البنية التحتية والتنمية الحضرية، وأيضا في مجال الأقطاب الجامعية والتكنولوجية، وذلك بهدف تحسين نسبة النمو ودفع الاستثمار. وهو توجه اقتصادي تحتمه المرحلة حسب ما أكده خبراء في الاقتصاد، مشيرين إلى أنه يتطلب بالأساس أرضية ملائمة لإنجاحه ولتحقيق أهدافه المرجوة. معروف اقتصاديا كي نبدأ عندنا ظروف اقتصادية صعبة، هذاك الجو الملائم الأكثر لبعض المشاريع ولإيجاد معناها فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، يلزم شوية جرأة، يلزم شوية شجاعة، يلزم شوية مجازفة، لكن زال يلزم ضمانات من الدولة ومن التشريع. محبذة الشراكة نظرا للوضع المالية العمومية ووضع الدولة المنهار، هذا معناه يحطم، لكن يلزمها تكون شراكة غانيون غانيون، ما يستفاد منها الطرفين، وباش يكون تستفاد منها الطرفين يلزم معناها أنه الدولة عندها سياسات واضحة. ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سينعقد غدا 33 مشروعا في مجالات مختلفة باستثمارات جملية تفوق قيمتها 13 مليار دينار. المشاريع هذه مش أول مرة تتعرض، فيها مشاريع عرضت قبل وما لقاتش التمويل من التمويل الكلاسيكي ولا التمويل الأجنبي، ونحسوا أن الحكومة معملة على القطاع الخاص لتمويل هذه المشاريع، لكن ما يلزمناش ننساو أنه رجل الأعمال والقطاع الخاص عنده هامش متاع مربوحية ما ينجمش يهبط تحت منه سقف معين، وهذا يلزم يكون مذكور في اللزمة متاع الاستغلال، حق الاستغلال اللي هو يتراوح على مدة طويلة، ويلزم زادة نوعا ما من الاستقرار الجبائي. والمطلوب أنه إقامة الشراكة تكون قائمة على نصر معناها نظرة تنموية وضحت المعالم مع أهداف وسياسات قطاعية إلى آخره، لكن كذلك تكون قائمة في إطار شفاف حتى يكون فما حقيقة معناها ربح متبادل بين الخاص والعام، وما يكونش معناها كأنه تمشي يخفي نوايا أخرى تهدف إلى خوصصة المجال الاقتصادي بصفة عامة والنظام العمومي بصفة خاصة. وأشار الخبراء إلى وجود مشاريع أخرى ذات أولوية قصوى كان بالإمكان إدراجها ضمن قائمة الاستثمارات الجديدة لهيكلتها وتطوير مردوديتها. عندنا المشاريع متاع معالجة المنتوج الخام اللي احنا قاعدين نصدره فيها وأولو الفوسفات. نعطيك مثال، الحديد والصلب في بنزرت، هذا يسمى معناها نشاط يهيكل النسيج الاقتصادي عوضا أن ننقذوه، هو طوى منهار النشاط هذا. وفي إشارة إلى تعطل عدد من المشاريع التي أفرزها منتدى 2020 للاستثمار، عبر الخبراء عن تخوفهم من أن تظل مشاريع الشراكة المبرمجة بين القطاعين العام والخاص مجرد وعود عالقة التنفيذ. انطلقت السنة القضائية الجديدة، ومحكمة الناحية بغمراس كانت مكسبا جديدا للجهة من شأنه أن يسرع في قضاء مصالح المواطنين الإدارية، إضافة إلى تقريب الخدمات القضائية. افتتاح السنة القضائية الجديدة في تونس تزامن هذا العام مع انطلاق عمل محكمة الناحية بمدينة غمراس التي شرعت في أعمالها هذه السنة بعد سنتين من الإنجاز في سياق إيصال المرفق العمومي القضائي إلى مختلف مناطق الجمهورية ولا سيما في المناطق الداخلية. معناها المواطن يشعر أن القضاء قرب له، كذلك احنا في الإطار هذايا تقريب كذلك فروع المحكمة العقارية من المواطن، المحكمة قائمة الذات بقضاتها بإطارها الإداري بالعمل بكل التجهيزات وبمقر كذلك يعني اللي هو معناها اليوم يبدأ الشغل ويبدأ العمل. محكمة الناحية بمدينة غمراس التي ستغطي أيضا معتمدية البر الأحمر
إنجازها من شأنه أن يخفف الكثير من المتاعب على متساكني المنطقة لقضاء شؤونهم القضائية والإدارية في هذه المعتمدية. لأن واحد في غمرزة قبل يتنقل 25 كيلومتر باش يقضي أقل حاجة يطلع جنسية يعمل ورقة بتاع جنسية ولا حاجة، فما برشا قضايا في إدارية وكل شيء في غمرزة متنوعة تنجم تحلها تو تقريب الخدمة للمواطن. تلم المنطقة قضايا المنطقة شوية أتعاب النقص تقرب المسافة كذا معناها مطالبين بها عند مدة وتحقق الأمنية. نحن نحتاج إلى شهادة الجنسية وحجج الوفاة وغيرها من الأعمال التي تعفي المواطنين من التنقل إلى الولاية، وهي قاطرة للتنمية كذلك وقاطرة للقضاء وقاطرة للإشهار للمنطقة. مكسب جديد للأسرة القضائية في ولاية تطاوين بمعتمدية غمرسن من شأنه أن يدفع المتقاضين إلى نيل حقوقهم في أيسر الظروف وفي أقصر الأوقات. إلى أخبارنا العربية والدولية، تحمل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر طابعا اقتصاديا في ظاهرها، لكن ملف الهجرة غير الشرعية يبدو الملف الأبرز الذي ستناقشه ميركل مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد أويحيى حسب ملاحظين. المعلن في زيارة أنجيلا ميركل للجزائر هو النهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، سيما وأن ألمانيا تمثل خامس شريك اقتصادي من حيث المعاملات التجارية بالنسبة إلى الجزائر. لكن العنوان الأبرز لهذه الزيارة هو إيجاد حل لمسألة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن الجزائر هي أكبر دول المنطقة وتحدها جنوبا مالي والنيجر، دولتان يعبرها المهاجرون باتجاه البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا. غير أن المهاجرين لا يجدون ترحيبا من السلطات الجزائرية عند العبور، حتى أن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة اتهمت الجزائر بعدم إسعاف المهاجرين في مايو الماضي وتركهم في الصحراء دون مساعدة، وهو ما نفاه وزير الداخلية الجزائري آنذاك. وإزاء هذا المعطى تسعى الحكومة الألمانية إلى تصنيف الدول المغاربية دولا آمنة للاجئين، غير أن الحكومة الاتحادية تحتاج إلى موافقة مجلس الولايات لتمرير هذا القرار الذي تقف بعض الأحزاب معارضة له، من ذلك حزب الخضر. ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرات رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في أحدث خطوة إثر تفاقم توتر العلاقات بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية. ميدانيا أصيب 4 فلسطينيين أمس الاثنين بالرصاص الحي جراء استهداف جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين المحتشدين قبالة الحدود البحرية شمال غرب قطاع غزة. هذا وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت إلى المشاركة في المسيرة البحرية 8 للتأكيد على حق العودة والمطالبة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتواصل حملة إعلامية عالمية واسعة لمساندة مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار عن قطاع غزة حتى 14 من شهر أكتوبر المقبل. تواصلت القمة الثنائية الروسية التركية بمنتجع سوتشي إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة إدلب السورية. وقد وقع وزيرا الدفاع الروسي والتركي مذكرة تفاهم حول استقرار الأوضاع في المدينة السورية التي يقطنها 3 ملايين ساكن سوري. اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود تصدره الوضع في محافظة إدلب السورية وسبل التسوية في سوريا. تمخضت القمة الثنائية عن توقيع اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة. ترجمت عبر توقيع وزيري الدفاع الروسي والتركي مذكرة تفاهم حول استقرار الأوضاع في إدلب. وقال بوتين إثر هذه القمة إن المنطقة التي سيتم إنشاؤها في 15 من أكتوبر القادم تصل مساحتها إلى 20 كيلومترا ستخضع لدوريات أمنية من جانب القوات الروسية والتركية. ويتضمن الاتفاق أيضا سحب جميع الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة فضلا عن ضرورة انسحاب الجماعات الإرهابية. ووفق بوتين فإن هذا الاتفاق سيكون مسنودا من قبل الحكومة السورية، وفي أقرب وقت ستعقد اللقاءات مع القادة السوريين.
وكان إردوغان قد أعلن قبيل انعقاد القمة أن دعواته الأخيرة إلى وقف إطلاق النار كان لها تأثير إيجابي، وأن الهدوء الذي تشهده المنطقة يعود إلى دبلوماسية أنقرة مع روسيا وإيران الحليفين الأساسيين للرئيس السوري بشار الأسد. وبعد تباين وجهة النظر بين بوتين وإردوغان في القمة السابقة التي عقدت بطهران، نجحت هذه القمة الثنائية في إذابة الجليد بينهما. في أخبار الثقافة، تحتضن مدينة الثقافة بتونس العاصمة من 19 إلى 23 من سبتمبر الجاري الدورة الأولى من أيام قرطاج للفن المعاصر بمشاركة 8 دول عربية و400 فنان و700 عمل فني. التظاهر التي قدم برنامجها خلال ندوة صحفية بمدينة الثقافة ستعرف مشاركة للجهات الداخلية عبر جناح للجهات بالإضافة إلى جناح للفنانين الشبان وعديد الأجنحة والورشات والفقرات المتنوعة. أيام قرطاج الفن المعاصر هي بخلاف أنها معرض كبير يلم العديد من الفاعلين في القطاع، هو التوجه ما كانش أنه نتعامله مع الفنان بصفة مباشرة، حبينا أنه الهيكل هي تمثل الفنان باش يكون فما نوع من الجودة كيف اختيار الفنانين. هما باش يشاركوا معنا 9 غالغي توانسة، كذلك هي تظاهرة دولية لكن أكثريتها مغاربية عربية، والهدف هذا كل زادة كما قلت باش نقربوا العمل الفني للمواطن التونسي ونحبوه يشري ويستهلك، يولي التونسي مستهلك للفن. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمختلف مراكز التكوين المهني بالجمهورية وأحداث اختصاصات جديدة تتلائم واحتياجات سوق الشغل. اليوم انعقاد المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاع العام والخاص وخبراء يدعون إلى استثماره للرفع من نسبة النمو. في افتتاح السنة القضائية الجديدة، بدء العمل بمحكمة النحية بغمراس بتطاوين لمزيد تقريب المرفق القضائي من المواطنين. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. حياة طيبة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.